ما معنى كلمة إريثرو ديرما؟ يعني كلمة إريثرو ديرما دي؟ كلنا عارفينها صح؟ إريثرو ديرما ما هي إلا ريدنس جلد أكتر من 90% من البودي سيرفيس أريا وهي أسوشيتد مع سكيلز. طيب إيه المشكلة لما جلد الراجل يحمر؟ قبل ما أبدأ في الموضوع الأول، إيه المشكلة لما جلد الراجل يحمر؟ أولاً هو أحمر ليه؟ ده حصل فازو دايريتيشن في الديرمال بلاس بيسلز أول أوفر ذا بودي، صح؟ في الجسم كله زي ما إحنا بنقولها كده بيحصل شيفتنج للبلاد من السيركيليشن للديرمال بلاد بيسلز. يعني السيركيليشن اللي كان فيها 5 لتر دم أصبح فيها 2 أو 3 لتر دم نتيجة إن 2 أو 3 لتر دم الباقيين بقوا موجودين فين؟ طيب إيه المشكلة؟ حلو. فازو دايليتيشن في الديرمال بلاد فيسلز يعني هيزود الكابيلاري برميابيليتي، يعني هيعمل اكستنسيف ووتر لوس، هيحصل لك لانس ابيديرمال ووتر لوس، والراجل ده هيدخل في دي هايدريشن، صح؟ والدي هايدريشن ده هتقوم جايبه بواسطه الكدني، يجي له اكيوت تيوبلر نكروزس في الكدني، صح؟ ايه تاني؟ الكترولايت امبالانس، لان برضه الووتر ده هيحصل له ايفابوريشن وهياخد معاه الالكترولايت، بلس كمان ان الكدني هتبوظ. انا لسه ما شرحتش، انا بفكر بس معاك، صح؟ ايه تاني؟ سيرمال هتبقى ديسريجوليشن. ليه سيرمال ديسريجوليشن؟ انا دلوقتي برضو البلاد فيسلز، هي الفكره كلها عندي ان البلاد فيسلز اللي موجوده في الجلد وسعت، ولما وسعت حصلت الاريثيما. دلوقتي لما يحصل فازو دايليتيشن في الدرمال بلاد فيسلز، لما تيجي تعمل لبن الكمادات، يقول لك حط الكمادات فين؟ على الاماكن بلاد فيسلز كتير، صح؟ صح؟ حلو، يعني ما تحطهاش. طب ليه بتحطيها على الاماكن اللي فيها الدم فيها بلاد فيسلز كبيره؟ عشان الدم سخن، صح؟ وهو معدي تحط الكمادات، الدم ده يبرد، الجلد يبرد، والجسم كله يبرد. فعلشان كده لما الجلد كله فيه فازو دايليتيشن، ايه اللي بيحصل؟ تفكروا معايا، يعني كمية الدم كلها موجودة في الجلد، وبالتالي extensive heat loss surface area اللي هيحصل معاها exchange مع الهواء كبرت، صح؟ حلو. وبالتالي الراجل ده ممكن يدخل في hyperthermia في الأول نتيجة ان vasodilation، تحس ان فيه flushing كده، وبعد كده يدخل في hypothermia نتيجة ايه؟ extensive heat loss ماشي. ايه تاني؟ الراجل ده انا قلت ان الاريثروديرما ما هي الا فازو دايليتيشن في الجلد واسوشيتد مع سكيلز، وهنعرف دلوقتي ان السكيلز دي بتفولو الاريثروديرما. قال لك ان السكيلز دي بتتكون من ايه؟ الكيراتينوسايتس، صح؟ والكيراتينوسايتس دي كيراتين، صح؟ والكيراتين ده ما هو الا بروتين، فعلشان كده الراجل ده بيحصل له اكستنسيف لوس اوف بروتين. واحد يقول ده كيراتينوسايتس، ايه البروتين ده؟ ما هو الكيراتينوسايتس دي بتصنع الكيراتينوسايتس من البروتين بتاع الجسم، صح؟ فعلشان كده اكسس لوس اوف كيراتينوسايتس دي هيحصل له هايبو بروتينيميا سبيشال البومين، هو بيحصل له هايبو البومينيميا. ماشي. ايه تاني برضه ممكن الاريثروديرما تعمله غير الالكترولايت امبالانس والديسريجيليشن والديهايدريشن والرينال والحاجات دي؟ ممكن لها يكون سيستميك مانيفستيشن، ممكن. طب ممكن تاثر على النيل؟ ممكن. هنعرف دلوقتي ان هي ممكن تاثر على النيل، ممكن تاثر على الشعر، ممكن تاثر على الجوزه، ممكن طيب ركزوا معايا بقى، ما معنى كلمه اريثروديرما؟ It is a redness of the skin، صح؟ More than 90% body surface area associated with scales. طب اريثيما من غير سكيلز اقدر اقول عنها ان هي اريثيما؟ يعني انت لو جالك راجل اهو جاي يقول لك يا دكتوره انا عندي الاريثيما دي بقالها سنتين ثلاثه وما فيهاش سكيلز، او انت مش شايفه سكيلز، او فيها سكيلز خفيفه قوي قوي قوي، تقدر تقول عنها دي اريثروديرما؟ هقول عنها اريثروديرما، لان السكيلز دي بتبقى في الاول بتبقى كورسر، بعد كده بتبقى فاينر، يعني بتبقى بالاول كبيره وبعدين بتبتدي تصغر بالتدريج لدرجه ان انا ما بشوفهاش كمان، خلاص؟ طيب
مين اللي يقدر يقول لي اسباب الارثم الدرمال؟ ايه اللي خلى الدرمال بلاد فيسل دي يحصل لها فازو دايلاتيشن بالشكل الرهيب دوت؟ الكوزس بتاعت الارثم الدرمال. النهارده الارثم الدرمال فيها كلام حلو قوي قوي كمان، لان احنا شفنا حاله ارثم الدرمال كده معينه، هباخد رايكم فيها شخصة ازاي. طيب ايه السبب بتاعت الارثم الدرمال؟ قال لك والله اول سبب ان انا ما اعرفش، يبقى اول سبب ان هو ايديوباثيك، صح؟ بس انت لو بداتيها صنع انا امتحنت في الارثم الدرما، دخلت عليا دكتوره من عين شمس حاطه رجل على رجل، اول كلمه قالتها لي ارثم الدرما وراحت ساكته، ارثم الدرما وسكتت، تمام؟ واتكلم بقى عن الارثم الدرما. الحمد لله كويس يا جماعه، قلتها كويس. الاريثروديرما دي لما بتيجي تقول الكوز، لما حد يجي يسالك الكوزز اوف اريثروديرما تقول له يا فندم اكوردنج تو الايج، يعني عندي اسباب ريليتد للادلت وعندي اسباب ريليتد للتشايلد هود وعندي حاجات ريليتد للنيدز. ايه الاسباب اللي ريليتد للادلت؟ احنا قلنا واحنا صغيرين كده يقول لك ده الاريثروديرما دي حاجه بات، صح؟ احنا كنا بنقولها كده سورايسيس الادوبيك درماتايتس والدرج عشان تحفظها، انما لما يجي يقول لك ذا موست كومن كوز اوف اريثروديرما ان ادلت، ده على حسب بقى الدكتور اللي هتدخل له. لو الدكتور ده بيقرا من بولونيا، والله بكلمك بجد، يبقى ذا موست كومن كوز اللي هو السورايسيس. لو بيقرا من روك، ذا موست كومن كوز اللي هو دراج، ماشي؟ لو بيقرا من حته ثانيه ذا موست كومن كوز از ايديوباثيك. ما هي تساليه بقى انت حضرتك بتقرا منين؟ لو قال لك ان هو بيقرا بحب روك يبقى قول له دراج، ماشي؟ طيب انما يعني المتفق عليه ان هو السورايسيس والايديوباثيك هما الموست كومن كوزز اوف اريثروديرما ان ادلت. طيب طبعا احنا قلنا البرايمري ده احنا مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم دلوقتي عن السكندري، سكندري كوزز. يعني ايه سورايسيس سبب في اريثروديرما؟ يعني الراجل ده عنده الاول كان عنده سورايسيس، كويس؟ والراجل ده خد توبيكال تار بريباريشن او خد سيستميك سترويد وحصل له رابد وذدرول، او الراجل ده دخل في ستريسفل كونديشن، او الراجل ده حصل له هايبوكالسيميا وبدا يقلب في اريثروديرما او باستورال سورايسيس، يبقى الراجل ده اوريدي كان عنده صدفيه والصدفيه دي هي اللي قلبت باريثروديرما، كويس؟ الاتوبيك درماتايتس، واحد كان برضو عنده اتوبيك درماتايتس الحمد لله والكهرباء قطعت، صح؟ وبعد ما الكهرباء قطعت الاتوبيك درماتايتس دي تحولت الى اريثروديرما دراج. هنعرف دلوقتي انواع الدراجز لانك لازم تكوني حافظاها صم. ايه الدراجز اللي تعمل اريثروديرما؟ دي اللي بنسموها الموست كومن كوزز اوف اريثروديرما ان ادلت. طب في اسباب ثانيه؟ اه مش خدنا كده في حاجه اسمها في الليمفوما، صح؟ الام اف، حاجه اسمها الاريثروديرمك ام اف، صح؟ وخدنا السيزاري سندروم، يبقى انا حلو، يبقى انا ممكن اقسمها اكوردنج كومن كوزز والليس كومن كوزز. عندي ليمفو بروليفريتيف ديس اوردرز اللي هم السيزاري سندروم والاريثروديرمك ام اف، صح؟ ايه تاني؟ خدنا البولس درماتوزيس كان اهمهم مين؟ بنفجاس فوليشيس، البولس منفجويد ممكن يقلب، البارانيوبلاستيك بنفجاس ممكن يقلب، ماشي؟ بس اهمهم مين؟ بنفجاس فوليشيس، صح؟ ساعتها كان انا بقول الفوليشيس دي اللي هو النار يعني. مش مالناش دعوه بال الليس كومن كوزز، مالناش دعوه بيها. طيب يبقى انا لما باجي اقول لك كوزز اوف اريثروديرما تقول يا فندم والله ده في برايمري كوزز حاجه انا ما اعرفهاش، ده ايديوباثيك، والسكندري دي اكوردنج تو الايج جروب، يا اما في الادلت يا اما في التشايلد هود يا اما في النيت. من اسبوعين شفنا حاله عندنا، الحاله دي جايه متشخصه من عين شمس، لا من جايه متشخصه من حوض المرصود، علينا كوازاكي ديزيز. كوازاكي عارفين كوازاكي؟ مرض كده اسمه كوازاكي كده، ربنا يعافيك يا رب. المهم الواد ده جاي بجنرالايزد اريسيما وسكيلز،
والواد ده اتشخص على انه كوازاكي ما تعرفش ازاي يعني، علشان خاطر بس عنده شويه لينف نود، والواد كان عنده فيفر طبعا اللي هي المانيفيستيشن بتاعه الكوازاكي، فيفر وليمفادينوباثي وإريثيما في الفيس والحاجات دي وسكيلز كمان. الواد ده عمال اجيبه يمين طبعا، وبدا ياخد عندنا، واحنا رحنا بصراحه يعني شخصناه برضه على انه كوازاكي تيمنا بمين في الحوض المقصود، ورحنا ادينا له اسبرين 375 مللي جرام اربع تقراص في اليوم، يعني كان بياخد حوالي جرام ونص في اليوم اسبرين. ماشي فين؟ طب ما هو الاسبرين ما هو انتي بايريتك برضه السلسلزم هو بقى، لا من ضمن العلاج بتاع من ضمن علاج الكوازاكي انك تديله اسبرين عشان انتي بروستاجلاندينز. المهم الواد ده نو امبروفمنت ات اول. الواد ده نساله بس، قالته انت بتاخد دواء؟ قال اه ده انا باخد تجريتول عشان خاطر عنده كهربا زياده في المخ. حلو. التجريتول اللي هو الكاربامازيبين ده من احد الادويه الشهيره قوي اللي تعمل اريثروديرما سبيشال ان تشيلدرن. خلاص مش هننسى بقى، يبقى ذا موست كومن كوز برضه في التشايلد هود الدراج. يعني بقى السورايسز الاتوبي مش عارف ايه كله بقى تحت زي ما هو زي ما انت عايز. البتراز روبرا بيلارز البي ار بي، يعني امراض لسه ما خدناهاش. طيب مين بقى في النيونيتس يقدر يقول لي كام مرض كده خدناهم قبل كده؟ الايه؟ لينير ايه؟ الزينوفيل؟ لينير لاينرز. ماشي. لاينر ديزيز ده عباره عن سيبوريك درماتيتس وبروسيد، يعني هي سيبوريك درماتيتس يعني صح؟ سيبوريك درماتيتس وبروسيد لمين؟ لإريثروديرما نتيجه الهايبوكومبلمنتيميا اللي بتبقى موجوده. ايه تاني؟ حلو لاينر ديزيز. ايه تاني؟ خدناهم في الاكسيوزيس تايب، كان واحد كده وواحد كده. ها؟ ما خدناش الاكسيوزيس، مش عليك يا رب، ما خدناش مش عليك. ها؟ يلا بقى اكسيوزيس الجين، وطبعا ما خدتوش التسجيلات في بتاعته صح؟ صح يا نجوى؟ هو ده يدخل من هنا ويطلع من هنا. طيب مش خدنا نوع اسمه كونجينيتال بولس او بولس كونجينيتال اريثرو اريثرو اكسيوزي فور اريثرو ديرما خدنا نان بولس كونجينيتال اكسيوزي فور اريثرو ديرما. البولس ده كان اسمه ابيدرموليتيك اكسيوزيس صح، والكونجينيتال او البول او النون بولس كونجينيتال اكسيوزي فورم اريثروديرما كان هو اسمه كده برضو ما اتغيرش يعني صح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب عادي. المهم فاكرين الاسامي حتى؟ عدت عليكم صح؟ مش مشكله بقى الباقي مش مشكله خلاص. طيب التشالنج بقى في الاريثروديرما، انا خلاص انا عرفتها هي ريب ديزيز، مش كتير قوي يعني بنشوفه. ده في الكتب يعني ريب ديزيز ده في الكتب، ان احنا بنشوف الاريثروديرما ده كتير، بنشوفه كتير قوي يعني. ايه صعوبه الاريثروديرما؟ ان انا عندي اريثيما وسكيلز بتعمل ماسكينج للاندرلاينج ايتيولوجي. يعني ايه؟ يعني واحد كان عنده سرايسيس صح، يجي لي ريسيما وسكيلز بس انا شايف اريثروديرما بس، فين السرايسيس انا مش شايفها. واحد كان عنده اتوبيك درماتايتس مش شايف، واحد كان عنده بي ار بي مش شايف دراج، لا يمكن هعرفها صح. فعلشان كده يقول لك اريثروديرما از ا دايجنوزيس، لا ده ديسكريبتيف تيرم صح، ده وصف. ده حاجه وصفيه لإريثيما وسكيلز اكتر من 90% من البودي سيرفيس اريا، انما ات از نوت ا دايجنوزيس. فعلشان كده احنا لما بنيجي نحجز الحاجه الحاله بنكتبها كده اريثروديرما فور ديفرنشال دايجنوزيس. تمام. طيب ليه الدكتور عاصم حاطط الاريثروديرما دي تبع الاكزيما؟ مش هو شرح مع الاكزيما صح؟ ليه؟ لان الهيستوباثولوجي بتاعه صاحبتنا الاريثروديرما دي ما هي الا درماتايتس سبونجي فورم درماتايتس. يعني ايه؟ يعني في الاكيوت ستيج
هلاقي فيه باراكيراتوزيس، وهلاقي فيه سبونجيوزيس، وممكن الاقي فيه فيزيكيليشن. في السب اكيوت ستيج بتاعتها ممكن الاقي فيه سورايزي فورم درماتيتس اللي هو اكنسوزيس والانجيشن اوف ريتي ريدجز، والاقي الباراكيراتوزيس موجود بس الفيزيكيليشن قلت شويه. وفي الليت ستيج بتاعتها بلاقيها كانها بالظبط كانها لايكينيفيكيشن. اذا الايرلي ستيج، الايرلي ستيج بتاعت صاحبتنا الاريثروديرميد انا ممكن الاقي فيه السكيلز، وعشان كده قلت لك في الايرلي ستيج السكيلز بتبقى موجوده وظاهره، وفي الليت ستيج السكيلز دي بتروح خالص، بيحصل ريبليسمنت للباراكيراتوزيس بهايبر كيراتوزيس، فبيحصل سيتنينج في السكيل اللي احنا بنسميه اللايكينيفيكيشن. معايا في الحته دي ولا لا؟ حلو كده. يبقى الاريثروديرما هيستوباثولوجيكالي ما هي الا درماتايتس، هيستوباثولوجيكالي ما هي الا درماتايتس. مين اللي فاكر حاجه اسمها الابيديرمتروبيزم؟ حته بقى كنا احنا بقى يعني ايه، لما بتشوفيها، لما تشوفها في الكتاب عادي، انما لما بتشوفها على ارض الواقع بتبقى مبسوطه. الاسبوع ده يوم الاثنين اللي فات حالة شفنا فيها ابيديرموتروبيزم. يعني ايه ابيديرموتروبيزم؟ ميجريشن اوف تيبيكال تي ليمفوسايتس فروم ديرمس تو ابيديرمس، صح؟ نوت اسوشيتد ويز سبونجيوزس، صح؟ انما اللي كانت اسوشيتد مع سبونجيوزس دي كانت اسمها اكسوسايتوزس. امتى بقى؟ ده سؤال بقى يعني مش انت طبعا لا يمكن تساله لك، بس عشان تبقى فاهم بس. امتى الابيديرموتروبيزم يبقى اسوشيتد مع سبونجيوزس؟ لو كان اريثروديرم كمال كل اللي فيها ان احنا شفنا سبونجيوزس. وانس ان احنا شفنا سبونجيوزس احنا عملنا اكسكلوجن للام اف اصلا، ان احنا بنشوفها في الهيستوباثولوجي. اول ما شفنا اكسيوزس او سوري اول ما شفنا سبونجيوزس اكسكلود مين؟ خلاص ده احنا قلنا دي صب قلنا دي صب اكيو درماتايتس خلاص يعني تمام. وبعدين بالراحه كده الدكتور حسين قال الله استنى ده فيها تيبيكال تي ليمفوسايتس، ده فيه ابيديرموتروبيزم. خد ديب سيكشن، خدنا ديب سيكشن اهو، ده الابيديرموتروبيزم واضح تمام. يبقى كان ابيديرموتروبيزم وكمان اسوشيتد مع سبونجيوزس في حاله واحده بس اللي هي الاريثروديرميك ام اف. يبقى اول ما بنشوف سبونجيوزس ده يا اما العيان ده اوريدي في اريثروديرميك ام اف، يا اما هيقلب باريثروديرميك ام اف. راحت ولا فصلته معانا؟ فهمتيها؟ عشان الام اف بس. هو الام اف ده حاجه اسمها المايكروس فانجويدز. المفروض ان في اتيبيكال تي ليمفوسايتس بس ما فيهاش سبونجوزس. يعني ايه كلمه سبونجوزس؟ مش معايا. انا عندي المفروض ان عندي هنا كيراتينوسايت، صح؟ كيراتينوسايت دي متلزقه جنب بعض جنب بعض جنب بعض، ما فيش بينهم فراغات. لو حصل في فراغات بين الكيراتينوسايتس كده يبقى في ميه بينهم، صح؟ اللي بنسميها انتر سيلولار اديما، صح؟ الانتر سيلولار اديما دي بتبان هيستوباثولوجي. لما تشوف الهيستوباثولوجي بتلاقي خطوط بيضاء بتوين الكيراتينوسايتس. لو الخطوط البيضاء دي وسعت شويه تعمل سبونجوزس، لو وسعت اكتر تعمل فيزيكيل، صح؟ تعمل ايه؟ فيزيكيل. سبونجوزس دي يبقى ده اكزيما خلاص، ده اكزيما خلاص. المفروض في الام اف ما يكونش فيه الموضوع دوت. ليه؟ لان علشان الموضوع ده يحصل لازم انفلاماتوري تي ليمفوسايتس تطلع، وانفلاماتوري تي ليمفوسايتس لما تطلع بتقعد تزق الكيراتينوسايتس كده بينها وبين بعضها، فتقوم جايه مخليها الميه تتجمع، والميه لما تتجمع ممكن تزيد تعمل فيزيكال. انما في الام اف مفيش انفلاماتوري تي ليمفوسايتس خلاص. طيب ما علينا، نرجع للموضوع. العيان بتاع الاريثروديرما زي ما انا قلت ممكن يكون ايديوباثيك، ممكن يكون سكندري تو اندر لاينج ديزيز. قلت ان هو غالبا الموست كومن ايديوباثيك، احنا ما نعرفش، او الدراج بصراحه والسورايسز والحاجات دي. العيان يجي يقول لك انا ايه الكلينيكال بيكتشر او السيمتومز اللي عند العيان ده؟ يجي يقول لك العيان انا عندي ايه؟ اولا العيان هيجي يقول لك انا بهرش. طب ليه بيهرش؟ عشان بقول لك فيه ده سبونجيوزس، ده اكزيما، ده تعتبر اكزيما تمام. هو ليه بيهرش؟ هو هرش علشان حصل فيه انفلاماتوري تي ليمفوسايتس طلعت، وهنعرفها دلوقتي، طلعت للابيديرمس وعملت سبونجيوزس، والسبونجيوزس ممكن يعمل فيزيكيليشن كمان
ده كمان حصل ابيدرمال تشينجز ادت الى الباراكيتوزيس، كانها بالظبط اكزيما بالظبط. يبقى العيان يجي يقول لك انا عندي بروريتس، انا بهرش طول النهار عمال يهرش، صح؟ ايه تاني؟ بروريتس. البروريتس ده انا لما اجي اعمل اكزامينيشن بقى للعيان دوت هقول للدكتور ايه؟ لما تيجي تعمل اكزامينيشن في حاله الريتروجرام انا بمسك الجلد الاول، طب اشوف السكيلز اخبارها ايه، لان من السكيلز هقدر اوصل لدايجنوزيس، ده في الكتب بس، انما في ارض الواقع لا. اجي امسكه اشوف جلد العيان بقى، دي براكتيكال جلد العيان نورمال ولا لايكينيفايد؟ انت هتفرق معايا؟ هقول الراجل ده عنده الاريثروديرما دي بقالها سنه سنتين ثلاث اربع سنين، صح؟ يبقى الراجل ده كومبنسيتد ونوت قدر يعيش بالاريثروديرما فتره، كويس. يبقى اشوف ساينز اوف لايكينيفيكيشن موجوده ولا لا، علشان اقدر اقول اشوف الانسنت بتاعت الاريثروديرما دي بقالها قد ايه عند الراجل دوت، صح؟ ماشي. يبقى الراجل ده بيهرش، ممكن الاقي عنده ساينز اوف لايكينيفيكيشن. ايه تاني؟ العيان ده يقول لك يا دكتور انا طول النهار باشعر، يجيله شيفرنج. ليه شيفرنج؟ علشان الثيرمال ديسريجيليشن. واحسن حاجه بتتكتب في الثيرمال في اللي هو ثيرمو ديسريجيليشن، دي احسن كلمه بتتقال. ليه؟ لان الثيرمو ديسريجيليشن مي بي اسوشيتد مع هايبر ثيرميا، زي الواد الاولاني الطفل الصغير انا قلت لكم ان هو بيبقى اسوشيتد مع فيفر، وتشخص من الكوازاكي علشان الفيفر. متخيلين؟ يعني بعدوا عن الاريثروديرما علشان فيفر، مع ان الفيفر هي ممكن تبقى كونستنت فيتشرز في الاريثروديرما سبيشال في الايرلي ستيج. ليه في الايرلي ستيج؟ علشان بالظبط، علشان الفازولاتيشن في البلاد فيسلز عملت بولينج البلاد في الاول فسخنت الجلد، وبعدين حصل اكستنسيف هيت لوس فراحت دخلت العيان ده في هايبوثيرميا. كويس. يبقى العيان ده ممكن يجيله يبقى فيفر شويه نتيجه الهايبر ثيرميا اللي بتبقى موجوده عنده. طيب الهايبر ثيرميا اللي بتبقى موجوده عنده دي مش حصل بولينج بلاد، صح؟ دلوقتي درجه الحراره عماله تفقد. طب دلوقتي الجسم عايز يقدر يعوض، عايز يعوض درجه الحراره عماله تفقد منه، فيعمل ايه؟ يزود الكتابوليزم، صح؟ يقعد يحرق في دهون علشان يزود درجه الطاقه اللازمه ان الحراره بتاعه الجسم ترجع تاني للوضع الطبيعي. فالعيان ده ممكن يبقى كشكتك، صح؟ عشان كده نلاقي عيانين الروس ديرما معظمهم في الليت ستيج بتاعتهم رفيعين خالص. ليه رفيعين؟ علشان الكتابوليزم زاد، والكتابوليزم زاد ليه؟ علشان اكستنسيف هيت لوس. النيل تشينجز، قال لك والله هي النيل تشينجز نون سبيسيفيك في الاريثروديرما وبتعتمد على الاندرلاين ايتيولوجي اللي بتبقى موجوده عند الراجل دوت. طب لو سورايزز هلاقي في النيل ايه؟ بيتنج، اتوبيك درماتيتس، دودينال ريدجز، صح؟ قال لك ان هي من كتر البروتين اللي بيحصل له لوست كمان النيل كمان بيضعف لدرجه ان هو ممكن يحصل له سوء تنيل شيدنج. او الصمت الرهيب ده يعني عشان انتوا بتكتبوا ولا عشان مش فاهمين؟ عشان بنكتب. عشان بتكتبوا بس، تمام؟ وانتوا لما بتكتبوا يعني هو الكلام كله في الكتاب، يعني هو الكلام والله في الكتاب، بليغ مين ده كله في الكتاب. طيب الهير بقى يجي له ايه بقى؟ هير لوس، صح؟ كانه بالظبط تيلوجين فلافيوم. تيلوجين فلافيوم ده حاجه ديفيوز فبيسموها ديفيوز نون سيكاتريشال الوبيشيا. طب ليه بيجي له بقى ديفيوز نون سيكاتريشال الوبيشيا؟ ليه بيجي له تيلوجين فلافيوم؟ علشان البروتين ديفيشنسي، صح؟ علشان الالكترولايت امبالانس، علشان العيان ده بقى كشكتك، ده اللي بتزعل من مش عارف من مين شعرها بيقع، صح؟ ما بالك ده واحد دخل خلاص ده هيموت يعني. يا جماعه اعمل الالكتروبيون نعم هيرلوس نون سيكاتريشال الوبيشيا. مين اللي فاكر فيكم بسم الله ما شاء الله عليكم كده الاتوبيك درماتيتس؟ ها الاتوبيك درماتيتس كنا بنقول عليها ان في بارير ديفكت، صح؟ ان البارير باظ، ولما البارير يبوظ ايه البارير ده الاول؟
انا عندي هنا في الجلد حاجه اسمها الابيديرمال بارير، صح؟ يعني علشان اللي مش حاضر معايا بس، حاجه اسمها ايه؟ الابيديرمال بارير. الابيديرمال بارير ده هو اللي بيحميني من ميكانيكال وفيزيكال ومايكروبيال كمان، صح؟ لما البارير ده يبوظ، عشان كده الاتوبيك درماتايتس، البارير لما باظ فيه حصل فيه ستاف كولونايزيشن، صح؟ وملاسيزيا او فانجل كولونايزيشن، وممكن كمان فايرال كولونايزيشن. طيب انا دلوقتي بالعقل كده راجل عنده اريثروديرما والسكيلز كتير، السكيلز اللي عماله تطلع دي مش ده بارير عمال يفقد، صح؟ وبالتالي الابيديرمال بارير باظ، صح؟ والابيديرمال بارير قلنا لما يبوظ بيعمل حاجتين مهمين جدا، زيروزيس نتيجه الترانس ابيديرمال غوطه النص، وسسبتابيلتي للانفكشن. وعلشان كده انا في علاجي، انا لازم ادي الراجل ده انتيسيبتيك، لازم اديله سيستميك انتي بايوتيك، لازم اخاف عليه من الملاسيزيا او اخاف عليه كمان من الفيروس. كويس؟ كويس. اي انفلاميشن في الجلد قدامه سكه من سكتين، يا اما يسيب لك بيجمنتيشن، يا اما يبروسيد كده ويزود انيسيكولي. يعني ايه؟ يقول لك ده بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، ده بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن، والحاجات دي، صح؟ صاحبنا الاريثروديرما دي غالبا ما بيسيبش، غالبا ما بيسيبش بيجمنتيشن، بس لو ساب ممكن يسيب هايبر بيجمنتيشن. يبقى تاني كده المانيفستيشن عشان ما تلخبطش. يجي لي العيان ده بالبروريتس، يجي لي بلايتنفيكيشن، يجي لي بديس بيجمنتيشن سواء كانت هايبو او هايبر، بس غالبا هايبر بيجمنتيشن. يجي لي بنيل تشينجز، والنيل تشينجز دي يا اما ريليتد للديزيز اتسلف اللي هو الاريثروديرما اللي هو التوتال نيل شيدنج، او ريليتد للاندرلاينج ديزيز اللي هو النيل بيتنج في حاله السورايسيس، او لونجيتودينال ريدجز في حاله الاتوبيك درماتيتس. يجي لي بثيرمو ديسريجيليشن سواء كانت هايبر ثيرمي او هايبوثيرما. يجي لي بكاشيكسيا، ولسه هندخل دلوقتي على الكومبليكيشن بتاعه الاريثروديرما. السنة اللي فاتت دلوقتي عمال اقول كوتين يا صاحبي، صح؟ السنة اللي فاتت دخلت على حالة اريثروديرما. الاريثروديرما دي جاي نايب بيقول لي الحق يا دكتور انا مش عارف ايه ده، حالة سيزاري سندروم. هو اصلا بيقول سيزاري سندروم هو خلاص ما هيحجزها وخلاص ويسيبها واحنا نلبسها بقى، انت فاهماني؟ فهو مبسوط ما هيتعلم، بس احنا هنشوف السيزاري سندروم. بعدين ببص كده فقلت له طب سيزاري سندروم ليه؟ هو كان لسه قاريها امبارح ان اي حد عنده اريثروديرما اللي هو السيزاري سندروم ده عباره عن اريثروديرما ام اف، صح؟ بلس جنرايزد ليمفادينوباسي بلس بريزنس اوف سيزاري سيلز في البلد. فاكرين انتوا الكلام ده طبعا، صح؟ فاكرين؟ طب ايه السيزاري سيلز بقى؟ على فكره ضحكتكم دي الواحد ما عايز ياخد سيلفي معاكم بصراحه. يعني ايه السيزاري سيلز دي؟ هي اتيبيكال تي لينفوسايتس بس ليها عدد معين، صح؟ فاكراها؟ هو مجتهد يا هنا، كان في حاجه فيها خمسه كده وفي حاجه اسمها 20 واحد اللي مش مهم، مش دي اللي حواليها ما كله حواليها مش مهم، مش مهم. هي اتيبيكال تي لينفوسايتس سيركليتنج في البلد وخلاص. طيب فهو شاف اريثروديرما ومعاه جنرالايز ليمفادينوباسي، فقال خلاص ده دي سيزاري، تمام؟ هو علشان اشخص سيزاري سندروم مش قصه ان انا هعتمد على السي بي سي بس، ده انا لازم اعمل بلاد فيلم، تمام؟ فقلنا له اعمل بلاد فيلم، فالحمد لله بلاد فيلم طلع نيجاتيف. كويس؟ طب نفتح الكتاب، 50% من الاريثروديرما از اسوشيتد وذ جنرالايز ليمفادينوباسي. ليه؟ ده واحد عنده البارير بايظ، ده ممكن اي بكتيريا تدخل وتعملك جنرالايز ليمفادينوباسي. وعلشان كده يقول لك انت لازم تفرق بين الجنرالايز ليمفادينوباسي due to lympho proliferative disorder زي الام اف او السيزاري سندروم، وبتوين اللي هو درماتوباثيك ليمفادينوباسي. ايه درماتوباثيك ليمفادينوباسي؟ يعني دخل باثوجين في الجلد او مرض في الجلد هو اللي عمل ليمفادينوباسي. يبقى لما تيجوا تعملوا اكزامينشن يبقى اول حاجه بعملها في حاله اريثروديرما ان انا اطمن على الليمفادينوباسي. هو الراجل ده فكر صح، وكان لازم اعمل اكسكلوجن للسيزاري سندروم، لانه لو كان اريثروديرميك ام اف او اريثروديرميك سيزاري سندروم كان تريتمنت اوف تشويس از
is extra corporeal photopheresis. لو يحللوا الانتحار. طيب ده انا قلت لكم ده الاريتروديرما كان مقفل ازاي صح؟ ده ام سي كيو والسيزاري سندروم بالذات لازم الاكسترا كوربوريال فوتوفاريسيس. هو عادي هو اللي حضر زي ما حضرش مش هتفرق كتير ما علينا يعني. طيب هيباتو سبلينو ميجالي والحاجات دي انا اول ما باجي افحص فعلا يعني لما باجي افحص الليفر ولاقيه كبير شويه بيتفتق ذهني ان هو ممكن يكون الاريثروديرما دي دراج انديوزد اكتر. ليه ما اعرفش يعني قالك ان الليفر بيزيد شويه في حاله الدراج. السبلينوميجالي ممكن علشان تبقى اسوشيتد مع الليفرز اوردر زي الام اف او السيزاري. ماشي مين بقى الشاطر بقى يقول لي القلب يتاثر ازاي؟ انتوا عارفين اول انا ليه بحكي لكم القصص دي؟ انت لازم تحط نفسك في جو مستشفى في جو كلينيكال عشان ما تنسيش. اقول لك والله انا هي كانت حاطه رجل على رجل كنت انا عايز احط كمان انا رجل على رجل. ليه؟ لان حجزت 600 حاله اريثروديرما. انا جاست بس قلت لها الحاجات اللي احنا بنعملها بس. والله ما كان عاصم ما كانش نازل اريثروديرما ده ما كانش موجود. قلت لها الكلام اللي احنا بنعمله في ارض المستشفى بس. الراجل ده اول عرض في تذكره المستشفى عرض قلب. ده الواد ده ممكن يدخل رعايه القلب. ليه؟ لان مفيش دم في السيركيليشن صح؟ فالقلب عايز يضخ كتير فهيجي له تاكي كارديا جامد. ولو التاكي كارديا جامده دي ده ممكن يدخل في حاجه اسمها الهاي كارديك او البوت فيلير صح؟ ده ممكن يموت. فعلشان كده انا لازم اطمن على القلب ان هو ما عندوش هارت فيلير كويس؟ لازم العيان ده اول ما بيدخل بدخل في تذكره الابحاث بتاعته ان هو يعمل لي الالكترولايت صح؟ صوديوم وبوتاسيوم وكمان يعمل ارتيريال بلاد جازز اللي هو الاي بي جي. ليه؟ الراجل ده عنده الكترولايت امبالانس. الراجل ده الكدني بتاعته تعبانه. هتتعب من مين؟ من الدي هايدريشن. مفيش ميه رايحه لها. والدي هايدريشن ده جه منين؟ من الترانس ابيديرمال ووتر لوس. فعلشان كده ممكن يجيله الكترولايت امبالانس. فعلشان كده انا لازم الصوديوم والبوتاسيوم عيني عليهم صح؟ الراجل ده عنده دي هايدريشن صح؟ انتوا عارفين احنا بنعمل له ايه؟ سي في بي. ده قاعده ده قانون كده. عيان بقوم جاي ماسك جلده لقيته بدا يدخل في ده هيدريشن اقوم جاي نازل بيه الرعايه معلق له سي في بي اللي هو سنترال فينوس لاين. عارفينه؟ السي في بي ده تخيلوا ان انا نايب جلديه انا كنت بشتغل بطنه ما بشتغلش نايب جلديه. يجي بتاع الرعايه يعلمني ازاي اقيس السي في بي وازاي تبقى بالزيرو وبالماينس وبالبوزيتيف صح؟ ويقول لي لو بالماينس عبيه. وكنت بعاب الراجل ده 3000 سي سي صلاين في اليوم. هو في الاخر مات بس يعني انت عملت اللي عليك انت فاهمه؟ بيموت. طيب يبقى علشان اقيس الساينس بتاعت الديهيدريشن في حاجه اسمها السي في بي. السي في بي ده مقياس كده تمام؟ في مقياس كده لما بيبقى بالزيرو ممكن يبقى بالماينس وممكن يبقى بالزيرو وممكن يبقى بالبوزيتيف. بوزيتيف دي خلاص انت لسه في الامان. زيرو هتديله 1000 او 2000 بالماينس ممكن تديله 3000 سي سي بولس مره واحده. فده معناه ان هو مفيش دم اصلا في السيركيليشن. هو صراحة الجو بقى هادي ورومانسي وممكن يعني ايه ننام. الانيميا مش مهم الانيميا. سمبروجريشن كومبنساتوري هايبر ميتابوليزم قلنا دي اللي هتدخله في الكاشيكسيا. فهمتوا بقى الراجل بتاع الاريثروديرما خطر ولا مش خطر؟ وعلشان كده مفيش حاجة اسمها اريثروديرما ومشيه. ده اريثروديرما دي ذا فيرست لاين اوف تريتمنت از ادميشن هوسبيتاليزيشن. ليه؟ لانه ديزاستر. ده ممكن الراجل ده يموت صح؟ يموت من حاجات كتير صح؟ حلو. طب الراجل ده ممكن يموت اكتر منين برضه؟ قال لك ده ممكن يموت من انفكشن. طب ايه اكتر انفكشن ممكن تجيله؟ نيومونيا. علشان كده الاكس راي از مانداتوري. ده كل شويه هروح واجيب نايب الصدريه ونبت على شوف الراجل ده ممكن ده غلبان ده ممكن يجيله تشيست انفكشن ويموت. ماشي؟ هو ممكن يموت بس من الاهمال بتاع ال بتاع. طيب تعالوا بقى نتخيل حاله اريثروديرما. خلاص انا عايز دلوقتي اوصل لدايجنوزس. انا عايز اوصل لدايجنوزس. اولا الدايجنوزس بتاعت الاريثروديرما بيسموها ميزان تشالنج. ده دي انت تتكلمي في حاجه خالص. طيب لما نيجي نسال الدكتور حسين
الهيستوباثولوجي is conclusive. هل في الاريثروريدنال محتمل؟ مش ليه؟ لان الاريثروديرما هتطلع له في ايه؟ هتطلع له فازو دايليتيشن في الديرمال بلاد فيسلز، وفي الابيدرمس هتدي له كانها بالظبط درماتايتس، يعني يا اما على اكوردنج للستيج بتاعتها، يعني ممكن الاقي فيها سبونجيوزس وباركراتوزس في الاول، او ممكن الاقي فيها سوريسي فورم درماتايتس اللي هو سب اكيوت درماتايتس، صح؟ او ممكن الاقي فيها هايبر كراتوزس اللي هو في الكلايكينفيكيشن. يبقى ات از نوت كونكلوسيف، مش هشوف عن كل اللي فيها مش هشوف حاجه. طب انا عايز اوصل للدياجنوزس، قال لك والله من الهيستوري، ممكن من الهيستوري تقدر تقول، يعني يا بابا انت خدت ادويه قبل كده، ممكن، صح؟ ما لان العيان المصري ما عندوش حكايه الالوجرانول ولا حكايه الادويه نفسها، هو بيفتكر والله العظيم هم بيفتكروا ان الدواء ده هو الدواء الشرب السيرم، او عندنا بتوع منشيه ناصر مفكرين ان الدواء ده خدت دواء قبل كده، يقول لك لا خالص انا باخد برشام بس، ما هو برشام دي اللي هو دواء برضه، يقول لك لا دواء ده اللي هو دواء الشرب، والحقن دي ابر ما بيقولهاش حقن يعني. فانت لازم تتعامل على الشخصيه بتاعتك. طيب انا ما خدتش دواء، انت خدت هيستوري ان هو ما خدش دواء، وللاسف ان انت بتقول يا بابا خدت دواء امبارح او اول امبارح، لا يا ماما الدواء ده لحد 6 7 8 اسابيع فاتوا، يعني انا عندي المفروض يعني كنا نقولها في دراج رابشن، في بعض الادويه بيحصل لها مانيفيستيشن بعد سنه ونص، تخيلوا سنه ونص من الدراج اتسلف، هو كلام هبل بس كلام كتب بس، ماشي؟ بس اللي احنا المتعارف عليه لحد اخر 3 شهور خدت دواء ايه، كويس؟ طب هو مش هيفتكر الليسته، ولا انت هتفتكري ولا هو هيفتكر، فعلشان كده العيان المصري ده بيه، العيان الاجنبي ده لو اتعاملت معاه انت حاجه تانية خالص، اي دواء بياخده بيكتبه في مذكره كده عنده، انا خدت النهارده دواء فلاني، خدت النهارده دواء فلاني، علشان لما يروح للدكتور لو لا قدر الله جرى حاجه يقول له دكتور هي دي الليسته بتاعت الادويه اللي انا خدتها، تمام؟ طيب يبقى هيستروف دراج. طب افرض انا دلوقتي ما عرفتش الهيستروف يعني دراج دي، ايه اللي ياكد لي ان دي دراج؟ انا بتكلم عن موست كومن كوز، صح؟ دراج رابيد اونست، انا كنت امبارح كويس بعد يومين جالي الاريثروديرما، صح؟ الاكيوتنس اكيوت اونست، مش كده وبس، وانس ان هو وقف الدواء بيخف في خلال 6 اسابيع خالص، كومبليت ريزوليوشن، يبقى احسنهم الدرج، مش كده وبس. في الدرج عشان تبقوا فاهمين برضو كان المفروض اقولها المره اللي فاتت، درج عندي تساوي حاجتين، درجز عندي تساوي حاجتين، حاجه اسمها نيكروزس اوف كيراتينوسايتس، يعني اول ما اسمع كلمه درج، درج يجي في ذهنك الحاجتين دولت بالظبط، نيكروزس في الكيراتينوسايتس وايزينوفيليا، وعلشان كده لما كنت بتكلم عن السب كورنيال باستيولز قلت ان في السب كورنيال باستيولز دي بتتقسم الى لينفوسيتيك ونيوتروفيليك وايزينوفيليك، صح؟ الايزينوفيليك يبقى بالعقل مين؟ دراجز اللي هم البروموديرما والايدوديرما. شفتوا الجلديه لذيذه ازاي؟ مش لذيذه، صح؟ انا عارف لازم اسمعها. الناس دي اللي بتفكرني بشبابي بس ان شاء الله خير، كلكم ان شاء الله هتبقوا شطار. طيب نشرح بوتوكس، نقفل فيلر، رواق. مش مشكله، حكايه الحتت اللي انا بقولها زيادات دي هي بتعقد شويه، بس في ناس اللي هم قاريين بس اللي بقولهم بس، ماشي؟ بسيبك بلاش، مش مشكله كخه دي، بس اول ما بيجي نيكروزس في الكيراتينوسايتس وايزينوفيليا يبقى ده دراج. اذا انا واحد شكيت ان ده دراج انديوسد اريثروديرما، صعب انك تعملوا له سي بي سي، صعب تعملوا له سي بي سي، هتلاقي الايزينوفيليا سعال، لان الدراج انديوسد اريثروديرما او الدراجز عموما بيبقى عنده ايزينوفيليا في التشو وايزينوفيليا في البلاط، حلو كده؟ طيب
يبقى من الهيستوري، وغالبا الهيستوري ده ممكن يحدد لي ايدنتيفاي السكندري كوز. يعني لو كان عندي انا كان عندي سورايسز وحطيت استحميت بالترشن، او خدت سورايسز ورحت للدكتور عبير واديتني سيستميك سترويد ربنا يسامحها راحت عامله لي دخلتني في ريترو ديرما صح، او كان عنده اتوبيك درماتايتس وقلب هيستوري. حضرتك قلت لنا ايوه بس بالراحه عليا انا كده خبطيني. طيب خلينا ندخل رقم اتنين. انا ممكن ايدنتيفاي التايب بتاعت الاريثروديرما من السكيلز. لو كانت سيلفر، يعني لو كانت سيلفر وايت لقيت سيلفر وايت سكيلز اتوقع اكتر ان هي سورايسيس. لو كانت برين سكيلز اتوقع ان اكتر ان هي مع السيبوريك درماتيتس. لو كانت كورسر سكيلز ممكن اتوقع ان هي دي بتاعت الاكسيوزيس. فاكرين؟ طيب هل ممكن الاقي حته من المرض، يعني ممكن الاقي حته سبلاك سورايسيس؟ ممكن. فعلشان كده انت لازم تعمل سيرف اكزامينيشن للجلد كله. في حاله الاريثروديرما انت لازم تقلع العيان كله على بعضه صح. ليه؟ لان حته صغيره ممكن توصل منها للدايجنوستس. هل هتفرق معايا في العلاج؟ تفرق معايا في العلاج طبعا. الاريثروديرما سورايسيس زي ما مستكون ده اشهر دواء هيتاخد في الوانستروكسي صح، غير الاريثروديرما بتاعت الاتوبيك درماتايتس، غير الاريثروديرما بتاعت الام اف، وهكذا يعني. تمام. طيب كده كده خلصنا. طيب ايه هي الكلوز، كلوز اللي تقول لي ان الراجل ده فعلا سورايسيس؟ اول حاجه النيل، نيل صح. لو لقيت النيل بيتنج، او لقيت سب انجل هايبركيراتوزيس، او الاويل دروبس اللي بتبقى موجوده في السورايسيس. رقم اتنين، السورايسيس يوجوالي تيجي في الجسم كله وسبير مين الفيس صح. ممكن الاقي اسوشيتد ليجن زي الالبو زي النيز، هو اللي بيبقى موجود فيه الاثيميتس بلاك كفرد باي سيلفر وايت سكيلز. طيب رقم اتنين الاتوبيك درماتايتس، يجي العيان يقول لك يا دكتور ده من صغره بيغرش صح. والاتوبيك درماتايتس يجي يقول لك انا كنت بقطع جلدي، يعني كان عنده برايتس. خدنا في الاتوبيك درماتايتس اتشي ذان راش، يعني هو بيهرش بغض النظر عن وجود الراش. وعشان كده قلت لك ايه هو البرايمري ليجن في الاتوبيك درماتايتس؟ نو برايمري ليجن في الاتوبيك درماتايتس اتز اتشينج ذان راش صح. حلو. فهو من الهيستوري يقول لك انا كان عندي هرش جامد قوي 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 قوي. طيب في نوع من انواع السكيلز اللي بيسموه كراس سكيلز، اللي اسمه النرويجان سكيبس زمان صح. النرويجان سكيبس ده هو بكراسلد سكيبس، وممكن يقلب بيريثرو ديرما. طيب افرض بقى كان واحد جاله بنفيجاس فوليشياس، والبنفيجاس فوليشياس ده قلب بيريثرو ديرما، ايه هي الكلوز بتاعتي؟ او هدور على ايه، او اثبت ازاي ان هو بنفيجاس فوليشياس؟ من الاولورا ليجن اخبارها ايه بقى في البنفيجاس فوليشياس بقى؟ ها سيبوها سيبوها، ها نو اورال ليجن صح. ده اسمه جلاين، ده اسمه جلاين كام؟ واحد. الاميونو فلوريسنس صح. مين اللي هيبقى معاه اميونو فلوريسنس بوزيتيف؟ ايوه هو اميونو فلوريسنس، سواء كان اندايركت اميونو فلوريسنس او دايركت. بس ساعتها هنا انا مش شايف ليجن، فعامل مين؟ الاندايركت اميونو فلوريسنس صح، اللي هو السيركيليتنج انتي بوديز اللي موجوده فين؟ في الدم. في نوع من انواع الدراج اسمه الاجب، عارفينه؟ اكيوت جنرالايزد باستولار باستيروسيس، اكزانسيمتس باستيروسيس. الاجب ده بيبقى معاه اريثيما ستادد باي باستيولز، ومعاه فيشيال اديما. واقرب انا ليه قلته هنا؟ انه اقرب للاريثروديرما اسوشيتد مع الدرج، بمعنى ان هو اصلا درج مزيوس اصلا. الراجل ده عنده شويه ايزينوفيليا، وعنده شويه فيشيال اديما، وعنده اريثيما ستادد باستيولز. دي حاجه اسمها الاجب، وده الموست كومن دراجز اللي هو النون سترويدال انتي انفلاماتوري او الانتي بايوتيك. دراج انديوزد اريثروديرما
اول حاجه معاه إيزينوفيليا، رقم 2 معاه فيشيال إديما ما ننساهاش، ماشي. رقم 3 الاكيوتنس اوف اونسنت. ايه acute generalized exacerbations posteriorosis. نعم. ادرك؟ لا لا انا عشان تفتكروها بس عشان تربطوا التونال. ال acute generalized بتاعت الدرج غالبا بتبقى associated او preceded بحاجه اسمها المورفيلي فورم ايربشن. ايه المورفيلي فورم ايربشن؟ هو بيحب يقولوها مورفيلي فورم ايربشن، ولكن هي ماكلو بمفرش، ماشي. بس هما بيحبوا يغزوكوا بس. اتفضل. يعني كل انواع السورايسيس ولا مثلا في انواع معينه؟ هو الجنرالايزد بلاك سورايسيس اكتر. الجنرالايزد بلاك سورايسيس اكتر، لكن الباسترال سورايسيس ممكن يقلب. ممكن يبقى مثلا الاجب اجب، ما من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس فيها الباسترال سورايسيس، ماشي. من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس فيه البصره والسرايزز والبصر درماتوز عموما بقى. معلش بقى كل السبكون البصر درماتوز بتدخل فيه. نعم. الاجب ما انا لسه هنقوله في الدراك، احنا ما قلناهوش حاجه اسمها. بس ده جه سؤال عندنا في الامتحان السنه اللي فاتت في الباك في الماستر، اكيوت جنرالايزد اكزانسيماتس باستيولوزيس. طب اكتبوا معايا بقى الحاجات دي عشان تجمعات بقى عشان هنخلص. انا عندي حاجه اسمها السبكورنيال باستيول، صح؟ او اللي بيسموها المايكرو ابسيسز اللي موجوده عندك في الجلديه كلها. يعني ايه كلمه مايكرو ابسيس؟ يعني ابسيس صغنن. الابسيس ده ما هو الا كوليكشنز اوف سيلز، صح؟ المايكرو ابسيس دي مش كوليكشن اوف سيلز نتيجه انفكشن، ات از استرايل استرايل باستيول، صح؟ الاسترايل باستيولز اللي بتبقى موجوده عندك في الجلد يا اما متكونه من ليمفوسايتس يا اما متكونه من نيوتروفيلز يا اما متكونه من ايزينوفيلز. طيب نمسك النيوتروفيل عشان سهله. النيوتروفيل اللي هو مين؟ الباستولار سورايسيس اللي احنا بنسميهم ايه؟ كوجوج مايكرو ابسس، او في السورايسيس العاديه اللي هو مونرو مايكرو ابسس. ايه تاني النيوتروفيل؟ شاطر يقولها لي. ها؟ البابيلاري. بابيلاري. بابيلاري مايكرو ابسس. موجود فين البابيلاري مايكرو ابسس ده؟ في الدي اتش. ماشي؟ يبقى اتنين في السورايسز واحده في الدي اتش. انا مش بتكلم على سابكون الباستيول، انا بتكلم على مايكرو ابسيسز. مايكرو ابسس. ماشي؟ طيب ليمفوسيتك. مين الشاطر اللي قولها لي؟ خدناها في الام اف، حاجه اسمها بوتريير مايكرو ابسس. الايزينوفيلز في البروموديرما والايودو ديرما. ايه البروموديرما والايودو ديرما؟ عشان المفروض هي عدد في الدرجه. بروموديرما الناس اللي بتاخد البرومايد، البرومايد ده كحه، تمام؟ الاطفال الصغيرين بتاخد البرومايد بكميه كبيره، ماشي؟ بيجي لهم شويه اريثيما وباستيولز، ولما باجي اعمل لها هيستوباثولوجي بلاقي شويه ايزينوفيليا متجمعين مع بعض فين؟ في الابيديرمس، فبيسموهم بروميديرما. ايوديرما الناس اللي بتاخد اليود، نفس الكلينيكال بيكتشر بتاعت البروميديرما، عباره عن اريثيما وباستيولز، والباستيولز دي بتتجمع علشان تعمل لي فانجيتنج او فيجيتيتنج بلاك. في حاجه اسمها الفلوريديرما، الناس اللي هم بياخدوا فلورايد اللي هم بتاعت التوث بيست، بس هو مش موجود هنا، مش مكتوبه في الايزينوفيليك باستيولز. مين اللي يقدر يعالج لي البروموديرما والايدوديرما دي؟ اوقف الدراج. اوقف الدراج وايه تاني؟ وزود لهم الصوديوم كلورايد، وزودوه عشان مش مكتوب عندكم في الكتاب. خليه يزود الملح في اكله كتير. بيطرد اليود وبيطرد البرومايد. ما علينا بقى من الحاجات دي. ايه سبب التاكي كارديا اللي بتبقى موجوده في الارثوديرما بقى؟ انا خلصت خلاص. ها؟
عشان هدخل على العلاج. ايه سبب التاكي كارديا اللي تبقى موجوده في الاريثرو جيرمان؟ نعم الهاي كارديا كان بلوك فيلير، ان هو حصل لوس اوف فلويدز السيركيليشن، كمان حصل لها البلد حصل له شيفتنج للبلد اللي من البلد سيركيليشن للديرمال بلد فيسلز، وبالتالي حصل هايبوفوليميا، وبالتالي القلب عايز يعوض وكومبنسيت فيعمل لي هاي كارديك اوتبوت فيلير او التاكي كارديا اللي تبقى موجوده في 30%. طيب انا دلوقتي عايز اعالج بقى، اول حاجه هعمل هوسبيتاليزيشن صح؟ هوسبيتاليزيشن. اول ما بعمل يعني قبل ما اعمل دايجنوزس، انت لازم تعمل له ادمشن صح؟ ليه؟ لانك هتعملي له حاجات كده كده ملهاش اي علاقه بالتشخيص. بمعنى يعني العيان ده عنده بروتين ديفيشنسي صح؟ فلازم ياخد هاي بروتين دايت اللي بيسموها دبل دايت. بنكتب كده على التذكره غذاء بروتيني مضاعف. يعني بدل ما بياخد ربع فرخه ياخد برضه ربع فرخه، بس ربع فرخه مظبوطه يعني، فاهمين؟ لازم ياخد دبل كفر صح؟ ليه؟ عشان الشيفرنج اللي عنده. العيان ده متعري ليه؟ الابيديرمال بارير بويز، فلازم نغطيه، فلازم احط له بارير اللي هو الفازلين صح؟ حلو. انا هقول كلام علشان ان شاء الله كده لو طلعتوا بره وتخصصتوا جلديه ان شاء الله كده واشتغلتوا جلديه، لو اشتغلتوا جلديه وجات لي حاله الاريثرو ديرما، حاله الاريثرو ديرما دي انا عندي عيان هايبر ثيرميك صح؟ اكيد هعمل له كمادات، بس وانا حاطط في دماغي ان العيان ده ممكن يقلب بهايبو ثيرميك نتيجه الديسريجولاريتي بتاعت الريجيليشن. فلك علشان كده انت لازم تعمل له كمادات بطريقه معينه. قالك انا هعمله بكمادات بتتعمل بايه؟ بالتاب ووتر، بالميه الميه العاديه. طب ما نحميه يا عم، بس ابدا الاول بالكمادات دي. طب انا لما اجي اعمل له كمادات بالتاب ووتر هعمله كمادات على جسمه كله؟ ده ممكن يموت فيها صح؟ ده ممكن يدخله في هايبوثيرما لو انت بتحط له كمادات. ليه ده هيفقد الحراره بسرعه جدا. ليه برضو؟ عشان السيركيليشن كلها هنا. فعلشان كده يقول لك قسم، بنقسم الجسم الاربع ارباع كوادرنت، ونعمل كمادات على ربع، والربع الثلاث ارباع الباقيين متغطيين، وبعد كده نقلب على الربع الثاني، وبعد كده نقلب على الربع الثالث، وهكذا وهكذا وهكذا. وقال لك ان الكمادات دي يفضل ان هي تنحط فوق، يعني above mild to moderate emollient او mild to moderate steroid. يعني ايه؟ يعني انت هتغطي الحته دي بتوبيكال استرويد الاول، وبعد كده تحط الكمادات عليها. انت كده استفدت من حاجتين، ان لما حطيت الكريم او الاوينتمنت وجيت حطيت كمان فوق الميه، انت عملت حاجتين، اديت له هيدريشن وفي نفس الوقت عملت له اوكلوجن كويس. فاحنا بنحط فازلين، والفازلين ده الحاجات دي على ارض الواقع ما بتتعملش. علشان كده ليه ما بتتعملش؟ لانك عايزه واحد ممرض او ست ممرضه عندها ضمير، اللي هو ما عادش فيه موجود الايام دي خلاص تمام. بس هو ده الصح، ان هو بنقسم الجزء او الجسم الاربع ارباع، وبنحط التوبيكال ايمولينت او التوبيكال استرويد، ولازم يكون مايلد. طب ليه لازم يكون مايلد؟ ليه ما ينفعش بوتنت؟ وخدناها في الاستياتوتيك اكزيما. علشان ما يعملش ايه؟ عشان اصلا ممكن كمان يزود الدي هيدريشن، ده ممكن كمان يزود الزيروسيس. السوبر بوتنت استرويد ممكن يزود الزيروسيس. خدتيها معانا دي بقى. مش حاجه بقى خلاص. طيب هادي يا رحاب، والله ما تزعليش نفسك، اوعى تزعلي نفسك. طيب هاي بروتين دايت صح، لازم نظبط الالكترولايت امبالانس. لو كان محتاج صوديوم نديله، محتاج بوتاسيوم نديله، ماشي. الكمادات مهمه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اولا انت كانك بتحطي له، انت كده بتعوض البارير اللي عنده صح، بتعوض البارير اللي بايظ، لانك بتحطي اوكلوجن وفوقها كمان ميه تمام. بتقللي ترانس ابيديرمال ووتر لوس، وهتقللي الالكترولايت امبالانس، وكمان هتقللي الثيرمال ديسريجيليشن لو البارير ده، لو الكمادات دي اتعملت كويس. طب انا الراجل ده عنده سكيلز، فيقول لك دخليه ياخد حمام فريكوينت باث، كل شويه يدخل ياخد حمام ويطلع، كل شويه ياخد حمام ويطلع، كل ياخد حمام ويطلع.
بس خلي بالك في كل مره بياخد حمام لازم يحط ايموليانت علشان ما يدخلش نفسه في زيروزز. فاكرين لما كنا بنقول في الاستياتيك اكزيما ان كتر الميه صح ممكن تدخل العيان ده في زيروزز اكتر؟ ليه؟ لانها بتعمل فريكوينت شيدنج لمين؟ للليبيدز اللي بيبقى موجود صح. فعلشان كده يقول لك خليه ياخد فريكوينت باصص بس في كل مره قبل ما يدخل من الحمام لازم تحطي له بتروليوم اوينتمنت او بازلين او ايمولنت اكلوسيف يعني. طيب انا حتى الان دي هل انا كده فرقت بين اريثروديرميك سورايسيس من اريثروديرميك ام اف؟ ماليش دعوه، ده دي قواعد لازم اعملها له صح. ادخل انا قلت للست دي كده وكنت بتكلم فلوينت. اول حاجه يا فندم ادميشن، رقم 2 اغطي العيان، اغطيه بفازلين واغطيه دبل كفر. شوف بقى الكلام ده بقى شغل نايم بقى، اغطيه بفازلين. شوف الكلمه اغطيه بفازلين، يعني ايه اغطيه بفازلين؟ يعني دي له اوكلوزيف ايموليانت على جسم كله علشان اقلل الترانس ابيدرمال من ووتر لوس واقلل الالكترولايت امبالانس واقلل 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 واقلل. تمام، اغطيه بفازلين واغطيه دبل كفر، ادي له هاي بروتين دايت، ابص عيني على الالكترولايت امبالانس، عيني على السي في بي علشان اشوف السي في بي اللي هو السنترال فينوس لاين علشان اشوف الساينس بتاعت الديهايدريشن، علشان كده لو كان كده ممكن اعبي له فلويدز صح. حلو، الضغط والنبض والحراره مش كل ست ساعات زي ما احنا بنكتب، ده كل ساعتين. ليه؟ لان العيان ده ممكن يموت منك من هاي كاردك او تبوت فيلر لو انت مش عملت له فولو اب كويس. طبعا شوف في ارض الواقع بقى، ولا ضغط ولا نبض ولا حراره، العيان نفسه او الممرض نفسه بيقول للعيان وبقول نبضه كده عده في دقيقه وبكتب التذكره بتاعته. ده في مستشفى جامعه، ما بالك بقى في الصحه، فحدث ولا حرج يعني. طبعا السكندري بكتيريا انفكشن دي لازم نعالجها بانتيسيبتيك سوليوشن، بديله سيستميك انتي بايوتيك، لان العيان ده ممكن يموت من اصلا من السبتسيميا، وزي ما انا قلت لكم الموست كومن كوز اوف ديث في الاريثروديرما نيومونيا، ممكن يموت من النيومونيا من الانفكشن. ستارتنج انتي هيستامينيك مش مهم. توبيكال ثيرابي بقى، قلنا التوبيكال ثيرابي دي اللي هو الايموليانت والحاجات دي. مالها؟ لا مش ممنوعه. طب يعني ليه اقعد اعمل كمادات؟ ممكن نجيب مثلا، هي قصه الكمادات، لا لا لا، هي قصه الكمادات مش عشان خاطر الهايبرثيرميا والحاجات دي، قصه الكمادات انا عايزه كاني بالظبط بعمل ايموليان، بس ايموليان بميه بتاب ووتر، انت بتحطي فازلين او بتحطي توبيكال استرويد وفوقها كمان الميه كبارير ماشي؟ تعتبر بارير. احنا بنعلق البيرفلجان ما بتعملش حاجه برضه، ما بتعملش حاجه. فده انا كنت عامل محاضره عن حكايه التريتمنت اوف اريثروديرميك ديس ريجيليشن بقى، ثيرمو ديس ريجيليشن ان ام اف ان اريثروديرما، وازاي تقسميها 4/4 وكل ربع يتعمل ازاي، بس الكلام ده كبير عليكم شويه. بس هو بيتعمل كده يعني، هو ده الريسنت اللي بيتعمل كده يعني. انا دلوقتي عندنا اساتذه مقتنعه ان تريتمنت اوف اريثروديرما وات ايفر ذا كوز از ميثوتريكسيت. ليه؟ لان ذا موست كومن كوز اوف اريثروديرما از سورايسيس. لقوا ان الناس مع الميثوتريكسيت بتتحسن كويس، سبيشال السكيلز بيقل، وبالتالي الهايبوبروتينيميا بتتحسن، لان لان الميثوتريكسيت بيشتغل على الرابيد بروليفريتنج سيلز. تسمعوا عن حاجه اسمها الميثوتريكسيت الاول؟ ده دواء في حقن كده 50 مللي جرام بيشتغل على الرابيد بروليفريتنج سيلز، فيقوم جاي مقلل السكيلز شويه. مقتنعين بكده، بس انا مقتنع ان احنا ندور على سيرش فور ديزيز الاول، تريتمنت اوف ذا اندرلاين ديزيز اف بوسيبل. لو كان سورايسيس بقى هنديله ميثوتريكسيت او سايكلوسبورين، بنديهم نارو باند يو في بي، بنعملهم الاكسترا كوربوريال فوتوفاريسيس في حاله الاريثروديرميك ام اف او الاريثروديرميك سيزاري سندروم. هل نديهم كورتيكوسترويد ولا لا؟ والله هو كونتروفيرس. ليه؟ لان ممكن السيستميك استرويد دي كانت هي السبب في الاريثروديرما اللي جات له. ليه؟ دراج ايه؟ السيستميك استرويد مش دراج انديوز اريثروديرما. ده هو كان عنده سورايسيس وخد سيستميك استرويد ولما انسحبت منه عملت له اريثروديرما، فعشان كده هو كونتروفيرس. فلازم الاول تعمل له اكسكلوجن ان هو ما كانش سورايسيس. عدا هذا ممكن تديله سيستميك استرويد. والاسترويد بتاعنا في الاريثروديرما بالذات بتبقى هاي دوز، بتوصل ل 2 اب تو 2 مللي جرام بير كي جي بير دي. ماشي؟
لو بوتنس. بندي بقى اللي هو الميثوتريكسيد او سايكلوسبورين. لو ما تحسنش يعني الميثوتريكسيد بندي سايكلوسبورين، ما تحسنش بندي الاي في اي جي، وممكن توصل بنعمل بلازما فريز اللي هو الاكسر كوبورا البلازما فريزز. وبتريتمنت بتاع الاريثروديرما سهل خالص. اول حاجه هوسبيتاليزيشن، وبعدين هعمل جنرال ميجرمنتس اللي هو الاكل والشرب والريجوليشن تتظبط، السيرما ريجوليشن تتظبط، والالكترولايت تتظبط، وحاجات تتظبط. بعد كده هدي توبيكال ثيرابي ان ذا فورم اوف ايموليانت، كمادات تاب ووتر، اعمل له فريكوينت ووشن، ده كله توبيكال عشان يحصل فريكوينت ووشن للسكيلز. ادي له توبيكال انتيبيوتيك وانتيسيبتيك. بدخل كده على سيستميك تريتمنت اللي هو سيستميك انتيبيوتيك، سيستميك ميثوتريكسيد او سيستميك كورتيكوسترويد او سايكلوسبورين، وبعدين ادخل على الفوتوثيرابي اللي هو النارو باند يو في دي، وبعدين الثيرابي الاخير اللي هو الاكسترا كوربوريال فوتوفاريسيس. الكلام ده مكتوب؟ مش كله، مش مشكله، بس كل اللي انا قلته موجود يعني صح؟ يعني بقى مش في مش سامع مش يا بنتي. ده حبايبنا بتوع الريسو ديرم دولت، ده قاعدين معانا سنين يعني. انا من وانا نايب وعين الريسو ديرم ده يروح يسلم على اهله ويرجع تاني، متخيله؟ عين الريسو ديرم ده ممكن يبقى كرونيك. مش عارف اصدق يعني، لو كان حد خد كيمو ثيرابي ولاقي نفسه بتقول له ريتينا وسكين، اه بس بيقول بقى سنتين كده. ايوه ايه المشكله؟ يعني ايوه يتحجز، يتحجز وتدوري بقى على الكوز. ما هو حط في دماغك ان الايديو بث الكوز موجود، هتعملي سيرش لكل الكوزز مش هتلاقي حاجه خالص، مش هتلاقي حاجه نهائي نهائي. ادي اللي قلت له، حد عايز فيها حاجه؟ لا هو اللي فكر يروح يكشف. هو بقاله سنتين عايش كويس. ايوه هو وممكن يموت، ما ممكن يموت. الشعب المصري ده مش على الله كده. هو المفروض ان الاريثروديرما دي بتتحسن من 2 ل 3 ويكس، يعني تقعد اسبوعين ثلاثه في المستشفى وبتحسن، تمام؟ دي في الاكيوت او لو كانت ايديوباثيك او لو كانت دراج انديوز او لو كان في اندرلاينج ديس اوردر انا عارفه زي السرايسز مثلا، تمام؟ انما في اريثروديرما خصوصا مثلا بتاعت السرايس هيتحسن اه، وبعدين هيرجع تاني، وبعدين يتحسن، وبعدين يرجع تاني، وبعدين يتحسن، وبعدين يرجع تاني، تمام؟ على مينتنس، على مينتنس يجي على الاقل، على الاقل ماشي على نارو باند يو بي او تمشي على لو دوز ميثوتريكسيد. هي المشكله في ميزه الميثوتريكسيد ان هو لو كان بي ار بي هيعالجها، لو كان سيبوريك درماتيتس هيعالجها، لو كان كمان سورايسس هيعالجها، يعني هو بيعالج الاندرلاين ديس اوردر كمان. علشان كده عندهم الميثوتريكسيد ده قاعده، ميثوتريكسيد لدرجه ان اي حاله ريسو ديرما، اي حاله ريسو ديرما ميثوتريكسيد على طول. يبقى ايه هو الاريثروديرما اللي ممكن ما تديهاش اي علاج خالص؟ دراج، جاست وذرول الدراج، خلص الموضوع صح. ما تنساش في الدراج ان هو بيعمل فيشل اديما، بريفرال ايدينوفيليا، بيبقى اسوشيتد او بريسيدد ماي موربيلي فورم ايربشن. اوعى تنسى السورايسز لو كان اسوشيتد مع الريزوموربيتيك هيستوري، ممكن تلاقي السورايتيك ليجن انوير، النيل تشينجز اللي تبقى موجوده في السورايسز وبرضه ان هو سبيرد الفيس. ماشي حلو. الريزوديرما على فكره سؤال فيه ده وبيجي كتير وبيتسال كتير. ليه بيتسال كتير؟ لان في الشفوي بيدخلك بقى زي ما هو عايز بقى، تعالى بقى في الدراج ومش عارف، تعالى بقى في السورايسز، في البي ار بي، في الاتوبيك درماتيتس، ويرجع تاني للريسوديرما ومش عارف ايه، ويجيب. هي دي المواضيع اللي بيحبوا يسالوا فيها في الشفوي، لانك بتروح وتيجي معاهم زي ما هم عايزين. ماشي ايه الدراجز اللي تعمل اريثروديرما؟ اهمهم الكربامازيبين والالوبيرانول. ايه الالوبيرانول دوت؟ ايوه اللي هو الزيلوريك. ماشي هي دي الادويه اللي بتبقى مشهوره خالص. بس ان دراج كان كوز اريثروديرما. نعم الكربامازيبين والالوبيرانول نون استرويد الانتي انفلاماتوري ما يتعملها.
فاضل بس الاريثروديرما ان نيونيتس وخلاص. الاريثروديرما ان نيونيتس هتكتفي بتوبيكال تريتمنت فقط، توبيكال ايموليان، توبيكال مايلد ستيرويد، شكرا على كده تمام. وادور على الاندرلاين كوز، وغالبا الاندرلاين كوز اللي هو بولس كونجنيتال اكسيوزي فورم اريثروديرما او نون بولس كونجنيتال اكسيوزي فورم اريثروديرما او اللاينر ديزيز اللي هو بتاع السيوريك ديرماتايتس اسوشيتد مع اريثروديرما. ماشي، يعني هي دي الموست كومن كوز اللي ممكن يعملها فين؟ في النيونيتس.